السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنرد اليوم على شخصية تاريخية تدعى النضر بن حارث، وفضح ما يقوله الملحدين والمنصرين على أنه مثقف وفضح النبي صلى الله عليه وسلم. سنبين كيف أن هذا الملحد يستخدم مصادر مكذوبة، وسوف نفضح نضر بن حارث كدجال وكذاب وصارخ للشعر. المثقف الثائر النضر بن الحارث. بالنسبة للنضر بن الحارث، النضر بن الحارث كان واحدا من كبار المثقفين والمفكرين في قريش آنذاك، وقد كان واسع الاطلاع والثقافة، وكان على علم ودراية بثقافات وأساطير الشعوب التي كانت تعيش في تلك المنطقة، وكان يزور بلاد فارس والروم ونجران. ثقافة النضر بن الحارث وسعة اطلاعه لعبت دورا هاما في فشل الدعوة المحمدية في مكة. هناك رجل اسمه النضر بن الحارث، وكان من أشد المشككين في نبوة محمد. كان النضر يستهزئ بآيات القرآن ويقول أنها أساطير الأولين، وكان واثق أن محمدا كان رجل دجال. وطبعا بعد كم سنة من هذه القصة التي سنقرأها، وقع النضر كأسير في يد المسلمين وقتلوه وهو أسير عندهم. يأتينا زمن مثل هذا الزمن، فيه المثقف يعتبر جاهل، وفيه العالم يعتبر غير خبير في الموضوع، وفيه الكذاب يقول الحقيقة، وفيه الرقاص والمغني يعتبر مثقف، وفيه الجاهل يعتبر أيقونة يجب الاعتداء بها. هذا هو النضر بن حارث، الأيقونة الإلحادية التي سنتكلم عنه اليوم في هذا الفيديو. نفضحه بأنه مجرد رقاص وديوث ومغني يعتقد الملاحدة بأنه مثقف فضح الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف نفضح نضر بن حارث كدجال وكذاب وصارخ للشعر الفارس الأبيض الذي يتكلمون عليه الملحدين كرجل الذي فضح الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويدعون أنه كان رجل مثقف. سنفضح أنه ليس أكثر من مجرد متعجرف زائف يسرق الأحاديث والقصص كي يجيب على تحدي الرسول صلى الله عليه وسلم من نفس المصادر التي يستعملها الملحدين. هنالك مدونة أيضا بكاتب مصطفى فارس ومدونة أخرى باسم العقل دين، سنقوم على الرد على بعض أقاويلهم وبعض اقتباساتهم. حسب مدونة العقل دين، فأول ما تقرأون من المقتطفات هو كالتالي: مثقف طاف بلاد فارس والروم ونجران، تعلم علومهم ودرس أساطيرهم وتاريخهم، وأحرج الرسول وقتل. طبعا لا يوجد أي مصدر ولا أي دليل يقدمه كاتب هذه المدونة حول هذا الكلام كله. هذا الكلام ملفق ومفبرك. أين المصادر أنه طاف بلاد فارس والروم ونجران وتعلم علومهم ودرس أساطيرهم وتاريخهم؟ أين الكتب والصفحة التي تدعي ذلك؟ يوما ما قد يأتي جيل ويحترم ما قام به النضر بن حارث ويعمل تمثال تخليدا لبطولته. تمثال تخليدا لبطولته، نعم. استمر في الحلم يا ملحدين، ولن يكون هنالك جيل يخلد كذاب ينتحل ويقتبس كلام ينسبه لنفسه ليجيب على محمد ويرسل نساء رقاصات بدل من أن يرد على محمد صلى الله عليه وسلم وتعلم الرقص والغناء بدل من أن يرد بشكل عقلاني. نعم، ما سمعتموه صحيح، النضر بن حارث سافر لتعلم الرقص والغناء. من الواضح أنه هذه هي الثقافة التي يفتخر بها الملحدين، ثقافة الرقص والغناء والديوث والدعارة. كبير مثقفي ومفكري قريش في ذلك الوقت كان للنظر بثقافته ومعرفته بالحضارات السابقة الدور الأكبر في إفشال الدعوة المحمدية في مرحلتها المكية، ولهذا لم يتردد محمد في سفك دمه في أقرب فرصة. فعلا لو نجح في مسعاه لكانت قد فشلت الدعوة المحمدية، ولو كان قد انهار الإسلام كما تدعون. فلو كان قد نجح، لماذا لا يزال الإسلام صامد الآن رغم كل الشبهات ورغم كل الهجمات؟ سوف نفضح في شبهة قتل النضر بن حارث ونثبت أنه لم يقتل صبرا. استمرت الدعوة في مكة قبل الهجرة 13 عاما، وخلال 13 عاما كان أتباع محمد لا يتعدون 100 تابع فقط، أكثرهم من الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأنه فشل بالإقناع بالحجة والمنطق، ومعظم أتباعه بالفعل كانوا من الفقراء والمساكين في المجتمع المكي، وعدهم بحياة ثانية عادلة، جنات تجري من تحتها الأنهار، نساء وكحول، منازل وقصور، فكيف لا ينضم المسكين الفقير لتلك الدعوة؟ إذن الفقراء والمساكين كانوا في مكة مجموعة من بشر غير مثقفين والجهلة بالمنطق، وفقط الأغنياء يعرفون المنطق والحجة العقلية؟ هل هذا هو تصورك؟ النضر بن حارث كان يقول للمكيين: إذ كانت تلك القصص التي يرويها محمد معيار للنبوة، فإنه أيضا يستطيع أن يدعي نبوة مثل ما يفعل محمد، لأنه يستطيع أن يروي أفضل من قصصه التي يعرفها بحكم ثقافته الواسعة. النضر بن حارث كان معلن أنه يستطيع أن ينظم شعرا أو سجعا، أي شيء بما هو أحسن من آيات محمد. طبعا لم يصل لنا ما كتبه وكل ما قاله النضر. سؤال إليك يا صاحب هذه المدونة، إذ لم يصل لنا ما كتبه النضر، أليس هذا يعني أنه لم يكتب شيء نهائيا؟
نظر بن حارث سرق أبيات الشعر وحديث من تجارة ونسبها لنفسه لكي يجيب على تحدي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عكسك سأعطي مصادر توثق كلامي. نزل في النظر بن حارث كان خرج إلى الحيرة في تجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى وقيصر، فلما قص الرسول صلى الله عليه وسلم أخبار من مضى قال النظر: لو شئت لقلت مثل هذا، وكان هذا وقاحة وكذبا، وخيل أنهم توهموا أنهم يأتون بمثلي كما توهمت سحرة موسى، ثم راموا بذلك فعجزوا عنه وقالوا عنادا إن هذه إلا أساطير الأولين. يا له من مثقف يشتري أحاديث وينسبها لنفسه ليرد على محمد. هل هذا المثقف الذي تريدون إياه الملحدون كقدوة مجرد كذاب ومنتحل؟ طبعا لم يأتينا أي أبيات شعر ألفها النظر بن حارث، لأنه ليس بشاعر وليس بمثقف كما يدعي الملاحدة، بل لدينا قصائد شعر من أخت النظر قتيلة بن حارث، والتي تم إثبات مؤخرا أنها ليست أخته بل ابنته. لنأخذ مثال آخر لرجل اسمه عقبة بن أبي معيط، شخص آخر يبجله ملاحدة، لنرى ماذا كان يفعل بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وقال حمادة بن سلمة عن عطاء بن السائب عن الشعبي قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين قريش؟ قال: نعم. أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجد خلف المقام فوضع رجله على عنقي وغمزها فما رفعها حتى ظننت أن عيني ستندران، وجاء مرة أخرى بسلة الشاة فألقاها على رأسي وأنا ساجد، فجاءت فاطمة فخزلته عن رأسي. قال ابن هشام: ويقال قتل عقبة بن أبي معيط على يد علي بن أبي طالب، فيما ذكره الزهري وغيره من أهل العلم. هل هذا ما تدعون عليه أهل الملاحدة؟ هذه الهمجية؟ طبعا بعض قد يقول هذه الرواية مكذوبة، فعلا هذه الرواية مكذوبة، لكن لنستمر وسنفضح بعد المزيد من التفاصيل. لنترك عقبة، هل تصدق أي الملحد أن النظر بن حارث نفسه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أن ما جاء به محمد أمر عظيم؟ قال ابن إسحاق: فقال: يا معشر قريش، إنا والله قد نزل بكم أمرا ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدث أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمهم أمانا، حتى رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به، قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة وثفذهم وعقدهم، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورزجه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا جنون، فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه، يا معشر قريش فانظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمرا عظيم. فما بال النظر يمدح الرسول ويعلن هزيمة همامة؟ فقد يرد الملحدين أن النظر بن حارث لم يقتل أحد بل يناقش مسلمين يبادلهم أفكار، لكن هذا كلام بلا معنى. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذ كان بأثيل وعرض عليه الأسرى، فنظر إلى النظر بن حارث فأبده البصر، فقال لرجل إلى جانبه: محمد والله قاتلي، لقد نظر الأي بعينين فيهما الموت. فقال الذي إلى جانبه: والله ما هذا منك إلا رعب. فقال النظر: مصعب بن عمير، يا مصعب أنت أقرب منها هنا بي رحما، كلم صاحبك أن يجعلني كرجل من أصحابي، هو والله قاتلي إن لم تفعل. قال مصعب: أنك كنت تقول في كتاب الله كذا وكذا وتقول في نبيه كذا وكذا. قال: يا مصعب فاجعلني كأحد أصحابي، إن قتلوا قتلت وإن من عليهم علي. قال مصعب: أنك كنت تعذب أصحابه. قال: ما والله لو أسرتك قريش ما قتلت أبدا وأنا حي. قال مصعب: والله أني لأراك صادقا. صحيح أن الواقدي مؤلف كتاب المغازي غير موثوق، لكن بناء على ما سنقرأه يبين أن كلامه ليس كذبا، وأن هذه الرواية قد تكون صحيحة لما كان يفعله النظر بالرسول وأصحابه من تعذيب. النظر كان من الذين يعذبون أصحاب الرسول ومن يساهم بغلطه ومقاتلته، فلو كان مفكرا لا يلجئ لأساليب التعذيب ليبين مقصده. كان النظر بن حارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار يكنى أبا فائد، وكان أشد قريش مبادة للرسول صلى الله عليه وسلم وبالتكذيب وبالأذى، وكان النظر من شياطين قريش ومن كان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة. الآن نصل إلى موضوع النظر بن حارث يشتري أحاديث ليرد على محمد وينسبها لنفسه. نتوقع من شخص مثقف مثله أن يرد بالصدق والأمانة على محمد ولا يشتري وينسخ كتب ليرد. هذا الجبان الذي يبجله الملاحدة كلما نستمر بالقراءة يفضح نفسه أكثر وأكثر. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: يشتري له الحديث، يعني باطل الحديث، هو النظر بن حارث بن علقمة، اشترى أحاديث العاجم وصنيعهم في دهرهم، وكان يكتب الكتب من الحيرة والشام ويكذب بالقرآن، فعرض عنه فلم يؤمن به. نزلت في النظر بن حارث كان يشتري أحاديث الروم وفارس ويحدث بها قريش فيلهيهم بها،
ومن الناس من يشتري له الحديث نزلت في النضر بن حارث، وكان يشتري كتب فيها أخبار الأعجام ويحدث بها أهل مكة، ويقول محمد حدثكم أحاديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم أحاديث فارس وروم وملوك الحيرة. الآن نصل إلى موضوع مقتل النضر بن حارث. هل قتل النضر بن حارث صبرا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يدعي ملفقي الشبهة أن الرسول أمر بقتل النضر بن حارث صبرا لأنه أهانه وفضح دينه، لكن هل هذا كل ما كان يقال صحيح؟ لنقرأ. قال الألباني رحمه الله ضعيف، رواه البيهقي عن الشافعي، أنبع عدد من أهل العلم من قريش وغيرهم من أهل العلم بالمغازي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسر النضر بن حارث العبدي. والمضحك أنه النضر لم يسافر للتعلم بل للرقص والغناء، وكان النضر قدم الحيرة فتعلم ضرب الربط وغنى غناء أهل الحيرة، وعلم ذلك قوما من أهل مكة. كان يعلم أهل مكة الرقص والغناء، هل هذا أمل مثال الملحدين الذين يدعون أن هنالك ملايين من النضر بن حارث؟ إذن هنيئا لكم يا ملحدين الرقص والغناء. وكان غناهم قبل ذلك النصب، واشترى قينتين، قينة يعني أنه اشترى امرأتين تتزين له أو مغنيتين. سؤال أيها الملحدون، إذا كان النضر مثقف مثل عقبة، لماذا لجأ لليهود لو كان فعلا مثقف ويعرف أحبارهم؟ لماذا يلجأ لهم لهزيمة محمد؟ حتى أنه اعترف بإجابة محمد بعد أسئلة ثلاثة. لنقرأ. فلما قال لهم ذلك النضر بن حارث بعثوه، وبعثوا معه عقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة، وقالوا لهما سلاهم عن محمد وصفا لهما صفاته وأخبراهم بقوله فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ليس عندنا من علم الأنبياء، فخرجا حتى قدما المدينة فسألا أحبار اليهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله، وقالا لهم إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقالت لهما أحبار اليهود سلوا عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسلوه عن الروح ما هي، فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول، فأصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي حتى قدما مكة على قريش، فقالا يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أخبرنا أحبار اليهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. لكن الفضيحة تستمر، وما يكون أسوأ هو أنه أرسل رقاصة ومغنية لتلهي رجال مكة وينصحهم بمشاهدتها والاستماع إليها، خير من أتباع محمد وخير من الرد والتحدي محمد. خرج ابن جرير عن طرفي عوفي عن ابن عباس في قوله ومن الناس من يشتري له الحديث، قال نزلت في الرجل من قريش اشترى جرية مغنية. وأخرج جويبر عن ابن عباس قال نزلت في النضر بن حارث اشترى قنية، وكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام إلا أنطلق به إلى قينته فيقول أطعميه وأسقيه وغنيه، هذا خير ما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. قد يسأل السائل، إذن كيف مات النضر بن حارث؟ قد يسأل المنتقدين والملحدين، إذ لم يقتل محمد النضر بن حارث، إذن كيف مات النضر بن حارث وما كانت نهايته؟ نهايته هو النزيف للموت من جروح المعركة. هل هذا بطل الملحدين قدوتهم ومثلهم الأعلى مغني ورقاص وليوث يرسل النساء لتقوم بعمله وتلهي المسلمين بدل من رد عقلاني على محمد، يؤذي أصحاب الرسول ويؤذي الرسول وشارك في معارك لمحاربته، يسرق أحاديث وقصص ينسبها لنفسه ليرد على محمد؟ إذ كان هذا ديوث يمثل الملايين من الملحدين فهنيئا لكم يا ملحدين. أما بالنسبة للجزء الثالث من الفيديو حول الاغتصاب سأرفعه بعد هذا الفيديو. شكرا للمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.